أعتقد السيد رئيس الوزراء متبادل. متوقع ويعرف هذه الأمور كليتها، اي لكن الآن يمكن الأخت وضحت السيدة النائبة، اي قلت لك الفساد بالمنافذ مثل ما موجود بالعراق أيضا موجود بكردستان. كردستان وين؟ تسمح لي، وين وين تخصص الفساد؟ تحول على القوة السياسية. إذا هنا القوة السياسية هي رقم واحد بالفساد بالمنافذ. السيد رئيس الوزراء الآن الشعب كله مأيد خطوة سيطرته على المنافذ. زين. ليش؟ لحجم الفساد الموجود في هذه المنافذ. فأعتقد السيد رئيس الوزراء الآن عنده قاعدة قوية من الشعب العراقي. أي